السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تفسير الأحلام، وأواصل معكم الحديث بإذن الله تعالى عن أحكام تعبير الرؤية. ومن الأحكام التي نتناولها اليوم بإذن الله تعالى منها استحباب فرح المعبر بالرؤية الصادقة الحسنة. وفي هذا ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤية الحسنة، فربما قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، أي عن الرائي، فإن كان ليس به بأس، يعني الرجل كان أعجب لرؤياه إليه، يعني كانت الرؤيا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حال الرجل جيد. وهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه دليل على استحباب فرح المعبر بالرؤيا الصادقة، وذلك لأن الرؤيا الصادقة التي هي من الله عز وجل فيها زيادة إيمان للرائي وزيادة إيمان للمعبر، وذلك عندما يعبر الرؤيا ويتحقق التعبير كما عبره، لأن في ذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكيدا لصحة كلامه، لأن المعبر إذا عبر الرؤيا وفق الأصول التي تعلمها من السنة فصدق التعبير علم صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد إيمان الرائي كذلك بسبب لطف الله عز وجل به ورحمته سبحانه وتعالى به، حيث أنه سبحانه وتعالى أتاه برؤية إما أنها تبشره بخير أو أنها تبشره بزوال هم. وقد بوّب العلماء تحت هذا فوق هذا الحديث أبوابا لتأييد هذا المعنى، فكما كان من فعل ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه حيث قال: باب ذكر إعجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤيا إذا قصت عليه، فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قصت عليه رؤيا أعجبته لحسنها وصلاحها فرح بها صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي نتناولها وهي مسألة: هل هناك دعاء للمعبر يقوله إذا سمع الرؤيا من الرائي؟ روي في ذلك جملة من الأحاديث الضعيفة، منها قوله أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرؤيا قال: خير تلقاه وشر توقاه. معنا اتصال، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ مكافأة صحيح من عندك؟ تفضل، تحت أمرك. أنا كنت متجوزة قبل كده من سنة. أيوة. وبعدين دخلة معاه وأنا ماشية في الشارع كده حافية. وبعدين بعد السنة دي أنا طلعت. ماشي؟ أيوة. ويعني عايزة أسأل يعني إن أنا ممكن ما أرجع لجوزي تاني ولا يعني بعد الحلم وأنا ماشية في الشارع لقيت البيت تاني. يعني أنت لبست النعل تاني؟ وانا كنت عند جوزي اول مره كنت بحلم كده. لا، بعد ما خلعت النعل يعني في الرؤيا لبستيه؟ انا وانا في الرؤيا كنت عند جوزي اول مره وحلمت وانا عند جوزي بمشي في الشارع حافية. ماشي؟ ماشي. وبعدين رجعت ثاني لبست الفستان بتاع الاولاني وانا بقول ازاي وانا كورت ثاني ولبست الفستان لسه موجود. لبست الفستان ايه؟ لبست الفستان الفرع يعني. ايوه. طب النعل، يعني مسألة النعل اللي انت خلعتيه. لا انا ما خلعتوش،
فلوس يعني، بس انا دلوقتي اتطلعت يعني، دلوقتي مطلعه يعني. انا فاهم يعني، انت لما شفت ان انت خلعان لبستيه تاني في نفس الرؤيه؟ لبست نفس الرؤية سنة ثانية أول مرة. نفس النعل؟ نفسه ونفس الفستان والجزمة وكل حاجة يعني. ولا نعل تاني؟ لا لا، نفسه هو السندل وكل حاجة. ودلوقتي أنا مطلع بس مش عارفة نفسي يعني، ممكن شكلي إيه يعني. نعم، أفسرها لك إن شاء الله تعالى. الظاهر من هذه الرؤية والله تعالى أعلى وأعلم أنك طبعا خلع النعل للزوجة أحيانا يؤول فعلا بالطلاق كما وقع لك. فالمرأة المتزوجة إذا رأت أنها خلعت نعلها وأنها يعني تمشي بغير نعل في الطريق، أحيانا كثيرة تؤول بالفعل على أنها تطلق من زوجها. فإذا لبست النعل نفسه مرة أخرى، الظاهر أيضا أنها تتزوج مرة أخرى. لكن هل تتزوج من نفس زوجها يعني ترجع إليه؟ هذا لا يلزم، لا يلزم، لأن لبس النعل مرة أخرى قد يكون المراد به الزواج مرة أخرى، لا يلزم أن يكون من الزوج الأول، وإن كانت تحتمل أيضا هذا، لكن المهم أنها تدل على الزواج. والله تعالى أعلم. أيضا روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه علمه يعني إذا سمع الرؤية أن يقول خير لنا وشر لأعدائنا، ولكن هذا أيضا روي بإسناد منقطع لا يصح عن عمر رضي الله عنه. فالحاصل أنه لا يصح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن المعبر إذا سمع الرؤية قال مقولة معينة، كما أنه لا يصح ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. والآن لا بأس للمعبر أنه إذا سمع الرؤية أن يقول خيرا إن شاء الله تعالى، أو يقول ستكون بإذن الله بشرى خير، لا بأس بأن يقول أي كلمة خير للرأي على وجه العموم، لكن ليس في ذلك دعاء معينا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي يعني نتحدث عنها اليوم أيضا بإذن الله تعالى، مسألة هل لتعبير الرؤية وقت معين يستحب فيه عن سائر الأوقات؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقول بعد صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء من الصحابة. فتعبير الرؤية بعد الفجر وفي الصباح غالبا ما يكون أحسن للرائي وأحسن للمعبر. أحسن للرائي لأنه حديث عهد بالرؤية، ففي الغالب سيكون متذكر الرؤية ولم ينساها. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، كنت أنا شفت إن أنا في مكان مجهول وفي بسكويت كتير وفرن غريب عبارة عن أدراج معدنية رفيعة، وابني كان بيساعدني في خبزه وكان البسكويت مدور. نعم. وبعد كده شفت ان زي شارع مجهول وفي ناس كتير مجتمعين، وشفت خالي جمال، انا ماليش باتصال في الواقع بس شفته، وكان في لمض كتيره معلقه بشكل دائري راسي، اللمض دي كانت منوره وزادت الاضاءه بتاعتها بشده، حتى خفت من انفجارها. بعض الناس او النساء دخلوا جوه مدخل بيت، وانا قررت ان انا هبعد عن المكان لان اللمض دي ربما تنفجر مضيئه بشده. ورحت كلمت خالي جمال وبعدين ابتعدت عن المكان. بعد كده شفت رجل نفس الرؤيه، رجل بيخنق ثعبان طويل رفيع بصوابعه. بعدين كاني دخلت مكان ليه سور، حواليه سور، ويعني حصل مشهد كده، رجل وامرأة، وبعدين جه مجرم واحد تاني ومعاه سكينة بيهددني أنا بيها، لأن أنا رفضت المشهد اللي أنا شفته. أيوه. فكان
كان في 5 جنيه ورق، وكان في ورقة تانية بخمسين قرش. الورقة بخمسين قرش دي هي مش موجودة في الواقع. أنا مسكت نص السكينة بإيدي ولفيت الورقة النقدية دي عليها، وفضلت ماسكة النص بقوة، وبعدين سحبت المجرم ده وخرجته بره السور، وبدأت إن أنا أستغيث. لكن كان في ناس كتير حوالينا، وكان في سيارات كتير ماشية في الطريق، بس ما فيش أي حد اتدخل، وكان في راجل زيه الناحية التانية كان بيشاور له. وبدأ الراجل اللي ماسكة السكينة من إيده دوت كأنه هو اللي بيستغيث ويمثل ويدعي، وبعدين رجع هو دخل جوه السور وبس، وانتهت الرؤية. طيب كنت حاسة بحاجة في الرؤية ديت؟ إحساس معين؟ نعم، كان عندك إحساس معين في الرؤية؟ مش فاكرة، مش عارفة. يعني إحساس بالخوف، إحساس بالضيق، مش إحساس عارفة، بس هو أنا في الواقع أنا مطلقة ومبتلاة، وفي حاجات كتير، كل حاجة ملخبطة، وحتى لما بحاول إن أنا أحل حاجة ما بتتحلش أبدا. ربنا يفرج عنك يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب. طيب حسيتي بإيه بعد ما قمت من الرؤية؟ إحساسك كان إيه؟ مش عارفة، هي صحيح قريبة، يعني هي كانت يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت تقريبا، خلال نفس الشهر اللي احنا فيه دوت، لكن أنا مش فاكرة. أنا لا بسجل الرؤى بكتبها، وبعد كده بقى نعم ممكن أبقى لا يعني شايفة مشاهد. كنت مبسوطة بعد ما قمت من الرؤية ولا كنت خايفة؟ لا بالتأكيد، لا يعني مفيش لا حاجة بتبسط خالص. نعم، هي عموما ما تقلقيش منها لأنها من الشيطان، ليست رؤية من الله عز وجل. نعم، فاستعيذي بالله منها معايا، وإن شاء الله أيوه لا يضرك منها شيء يعني بإذن الله. إن شاء الله. وعلى كل طيب حال حضرتك، أي نعم رؤية، أي رؤية يعني تشوفيها بنفس هذه الطريقة تدخل عليك يعني الهم أو الحزن أو الخوف، فاعلمي يعني أنها من الشيطان. فأول ما تستيقظي قولي يعني اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت وأعوذ بك من الشيطان، وتدفلين على اليسار سلاسا بإذن الله لا يضرك شيء من هذا المنام ولا يصيبك منه أذى إن شاء الله. إن شاء الله. طب في رؤية قصيرة جدا، تسمح لي حضرتك أقولها؟ اتفضلي تحت أمرك. كنت في مكان مفتوح، وكان في مقاعد جماعية مصنوعة من الطين، وكان في ناس قاعدين عليها. وبعد كده دخلت مكان تاني، كان في زي منضدة واسعة جدا عليها ألوان من الأطعمة. الألوان الأطعمة دي مجهولة، مش معروفة، يعني مش واقعية، وكان بيتصاعد منها البخار، وكانت مطهوة، وكانت مرصوصة بشكل منظم جدا، ومفيش فراغات ما بينها، كل المنضدة مليانة، وكان شكلها رائع. وقربت منها عشان أشمها، فابني منعني، لقيت وكان ايه؟ المكان كنت أنا وابني، وكان الطباخ برضه واقف. جيت تشمها لقيت ايه؟ ابني منعني، لقيت مسكني ومنعني. ابنك موجود؟ ابني كان موجود. أيوه، لا، لما جيت تشميها لقيت ايه؟ بتقول مش سامع. ما لحقتش اشمها، هو مسكني. مين بقى؟ ابنك؟ منعك يعني من شمها يعني؟ نعم ايوه، وكان في بخار بيتصاعد منها. هو في الحقيقة ابنك منعك من خير معين؟ هو يعني هو انا عايشة انا وابني بس. ما انا فاهم يعني قصدي منعك يعني تسبب في منع خير معين عنك؟ لا هو ما فيش، لا مش منعني من حاجة. نعم. طيب في اشخاص تانيين عارفهم في الرؤية؟ لا ما فيش خالص. طب اسم ابنك الاولاني ايه؟ اسمه الاولاني بس. حازم. نعم، هي رؤية خير على كل حال بسبب وجود الأطعمة. تعرفي نوع طعام معين كان موجود فيها؟ لا خالص، كلها كان شكلها جميل جدا، بس كلها مجهولة. نعم. أنا في الواقع بجري ورا حاجة معينة عشان أحل الأزمة، ومش عارفة أوصل فيها الحل إطلاقا، ومش عارفة أستمر ورا البحث ولا أتوقف. يعني عايزة نصيحة، يعني الرؤية المفروض إن هي أستمر في الجري ورا الشيء ده. كنت مقدمة طلب على حاجة معينة، ومش عارفة أوصل لها في حل خالص. نعم.
هو في الحقيقة الأمر يحتاج حزم شوية، لأن هو عشان كده جه ابنك إن هو اللي بيمنعك يعني من الأمر. فهو في خير في الموضوع وكل شيء زي ما الرؤية موجودة كده وبتقول يعني، لكن الأمر لعله يحتاج نوع من الحزم شوية، والله أعلم. واضح كده؟ معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه اتفضلي يا اختي كريم. ايه كنت شفت رؤية ان خير انا ان شاء الله. يعني ان انا امي بتقول لي ده جالك عريس ومش عارف كده يعني، بس انا كنتش في وعي شوية، رحت اتذوق يعني، رحت وقفت قدام المراية وبجهز نفسي وكده، وبعدين افتكرت قلت ايه ده انا متزوجة، ازاي يجي لي عريس؟ وبعدين مين العريس ده؟ يعني اخويا احمد، يعني كان اسمه كده يعني، اخويا احمد نعم، كويس الحمد لله. راح بيقول لي، بقول لامي لا انا متزوجة وما ينفعش، بتقول لي لا عددي، قلت لها لا التعدد ده للرجال حرام، ما ينفعش انا اعدد، نعم وامي بقى تقول لي لا ينفع، وانا اقول لها لا حرام، وقعدنا نجادل مع بعضنا شويه كتار، وبعدين رحت انا قعدت وكنت قاعده زهقانه كده اهوت، وكنت عامله اكل محشي وبط، وبعدين رحت انا قعدت كده في مكان، ورحت ماسكه شجره خضراء، ورحت زرعاها، بس الشجره ديت البتاع بتاعتها ديت كانت عامله زي الجزره كده، الزرع بتاعها نعم. من تحت كده، رحت انا زرعاها، وكنت قاعده متضايقه، ومرات اخويا احمد ديت جات وكده، بس دي مش هي دي مرات اخويا احمد يعني، كانت قاعده يعني، هي يعني كانت قاعده كده عادي، بس انا شفتهم وانا قاعده متضايقه وزهقانه، الام عماله تخطب عليا وتقول لي لازم تعددي وكده، وانا اقول لها لا التعدد للرجال بس. نعم، هي والدتك في الحياة بتطلب منك حاجة معينة؟ بصراحة لما بتيجي عندي يعني بتبقى عشمانة مثلا اديها حاجة من البيت وكده، بس انا ببقى خايفة يعني، كمني ببقى خايفة من زوجي يعني، مش خايفة من زوجي، زوجي يعني طيب وكويس، بس ببقى ايه بعمل شعوره يعني اللي هو بيتعب وكده، وهي بتحب يعني تدي لاخواتي. نعم، هو ده معنى الرؤية، ان معنى الرؤية؟ نعم هو ده معنى الرؤية، ان انت ما تدهاش حاجة الا بإذن زوجك. نعم؟ هو ده معنى الرؤية يا اختي، اه ان انت ما تدهاش حاجة الا بإذن زوجك. عشان كده كانت هي عمالة تقول لك عددي يعني اتجوزي على زوجك، فكأنك يعني بقالك بيت تاني او واحد تاني، فانت عماله تقولي لها حرام والكلام ده كله. فهي الرؤيه معناها ان انت لا تعطيها شيء من بيت الزوج الا بعد اذنه، والله تعالى اعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه مي. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذة مي اتفضلي. ايوه السلام عليكم. أيوه اتفضلي. وعليكم السلام. يا دكتور، انا فضلت الشيخ لو سمحت، انا حلمت ان انا كنت نايمة على السرير وتعبانة، وفجأة لقيتني بولد، نعم استولدت طفل، ما اعرفش هو اذا كان بنت او ولد، فشفته على ايدي كده يعني لسه مولود، لحمه حمراء كده، بس مش لحمه، هو يعني مفلوج يعني كويس ايوه. كويس، حسيتي بايه بعد الولاده؟ والله انا كنت فرحانه، ولقيت الكل بيقول لي انت كنت مستنيه نفسك تحملي وتولدي وكده، وكنت فرحانه جدا وانا في الحلم لسه، انا فعلا بقالي فتره متجوزه وما خلفتش. نعم، هو عموما الرؤية جيدة جدا وفيها ان شاء الله بشرى بزوال الهم عندك، ايوه فابشري ان شاء الله تعالى، هذا زوال هم عندك ان شاء الله يزول. يا رب يا رب، شكرا يا فندم. العفو، تحت امرك. فقلنا ان الرؤية
كلما قصها أولها المعبر في الصباح كان أفضل، وكذلك قص الرائي لها لأنه حديث عهد بها، كذلك يكون المعبر يعني أكثر تركيزا وإمعانا وقلبه مجتمع يعني في هذا الوقت، فيستطيع أن يوفق في تعبير رؤيته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعبر الرؤيا بعد صلاة الغداء كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره. أيضا من المسائل التي يعني نتناولها اليوم بإذن الله تعالى مسألة النيابة في قص الرؤيا، يعني الواسطة في قص الرؤيا. حدث من عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه رضي الله عنه لما رأى الرؤيا التي أتاه فيها ملكان. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضلي تحت. الو، اتفضلي سامعك، اتفضلي. الو، ايوه اتفضلي سامعك اخت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت، انا حلمت اللي انا كنت راكبه مع عربيه اخويا. راكبه ايه؟ هو اللي بيسوق يعني. علي صوت حضرتك شويه لو سمحت. حلمت اللي انا راكبه مع اخويا. ايوه تمام. اخويا هو اللي بيسوق وجنبه واحد صاحبه. ايوه. وانا راكبه ورا، فجاي انا بقول له الباب اللي جنبي متشال خالص، فجاي بقول له لو سمحت، طب على اذنك يعني احط الباب. هو الباب انا قدامي قاعده كده، فراح جاب لي باب وحطه لي، فلقيت صاحبه بيقول لي اهدي شويه اهدي شويه بصابع ايديه، يعني عمل على ايديا. فانا اتضايقت كده، قلت ليه كده، وبعدين اتضايقت يعني، وبعدين لقيته نزلني في الصحراء. الصحراء دي يعني، وهم نزلوا برضو معايا، الصحراء دي فيها زي أكني بوابة، والبوابة جواها بنات كتير، والبنات واقفين طابورين. تمام. فأنا كنت واقفة معاهم، فلقيتهم كل واحد بيهتف هتاف، بيهتف وكل واحد بيقول عكس التاني. فلقيت نفسي بهتف هتاف يعني، هم كلهم بيقولوا وراي، كلهم اتجمعوا على الهتاف اللي أنا بقوله. فلما جبت سيرة الموت كله سكت. هتاف عن ايه بالظبط بقى؟ يعني انا جاية بقول دول عايزين يكممونا والوطن يسكت سكاته، مش هنسكت موتونا، فمش هنسكت موتونا، كله سكت. مش ايه؟ ما احناش احسن من اللي ماتوا. تمام؟ بتقولي بتقولي كله ايه؟ سكت. سامعني حضرتك؟ لا لا، ما هو الصوت مش واضح والله. بقول لما قلت مش هنسكت موتونا، ما احناش احسن من اللي ماتوا، فكله سكت. ايوه. فجاي لقيت لقيت حاجه عجوزه داخله جايه عليا بتقول لي هو بنتي عميه وكانت بتيجي تحفظ عندي القران. انت مش شايفه، انت مش لقيتيها، انا بدور عليها بقالي فتره وبدور عليها مش لاقيها، انا هلاقيها عندك. فجاي قلت لها والله انا ما شفتهاش بقالي شهرين. نعم. طيب. قلت لها ما شفتهاش بقالي شهرين، وهي كانت افضل واحده عندي، كانت بتحفظ قران. نعم. انا هحاول ادور لك عليها واسالك عليها، بس انا والله ما شفتها، بس يعني فضحك على على كده. طيب اخوك اسمه ايه الاسم الاولاني يعني؟ اسم اخوك الاولاني ايه؟ حسين. حاتم؟ حسين. ايه؟ حسين يا فندم. حسين حسين. اه. طيب اسم الشاب اللي كان موجود في العربية؟ حسين برضه. حسين برضه؟ اه، هو ده صاحب، هو مسافر، هو مش قاعد معانا يعني. خلاص ان شاء الله افسرها ليكي باذن الله تعالى. اسمعي من التلفزيون. الرؤيا يا اختي الكريمه فيها بشرى لك يعني بامر حسن يقع لك يعني من هذا الشاب يعني، او واخوك كذلك يقع لك منهم امرا حسنا، وذلك بسبب الاسماء، اسم حسين يعني. فاسم حسين في الرؤيا جيد لانه يدل على الحسن، فيدل على الأمر الحسن. كذلك بالنسبة للمرأة العجوز اللي هي سألت عن البنت اللي كانت تحفظ عندك، فيها أيضا بيان لك من الله تعالى
أنك تتبعين يعني حال هذه المرأة وتسألين عنها بحيث تستمر معك في حفظ كتاب الله عز وجل. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام، عند رؤية حضرتك. أيوة اتفضلي. هي بنت أختي حلمت إن هي كانت في واحدة بتولد وبعد ما ولدت ماتت، بس هي الواحدة دي هي ما تعرفهاش، وفي ناس واقفين كتير وبعدين قاعدين يدوروا على هي ولدت جابت بنت، وبعد كده ما لقوش أهل البنت دي، فالناس قعدوا يدوروا على أهلها ما لقوش للبنت أهل، وقعدوا يقولوا مين هياخدها مين هياخدها، والآخر راحوا مدينها لبنت أختي، بس ادوها لها من غير لبس خالص، والآخر بنت أختي لقت بشكير راحت لفاه فيها على الحدا ما إيه ما تجيب لها لبس، فطلعت قعدت تنكت في الدولاب بتاعها عشان تدور لها على لبس لحدا ما تروح تشتري لها لبس، وفين وفين لحدا ما إيه لقت لها لبس وكده، نعم راحت ملبسه لها ونزلت راحت عشان تشتري لها لبس. نعم. لقيت في محل تحت، فلقيت واحد بتقول له ايه عندك لبس اطفال، فلقيت جلاليب كده بس ما هياش حلوه، فقالت له لا انا عاوزه حاجه تكون غاليه وكويسه، قال لها لو مشيت لحد اخر الشارع هتلاقي في محلات غاليه وكويسه، فقالت له خلاص ماشي، وخدت البنت ومشيت بقت تمد عشان تروح تشتري لبس غالي. طيب هي المرأة دي متجوزة ولا مش متجوزة؟ لا ده هي بنت لسه. نعم بس كده؟ اه نعم. ايوه. هي فيها بيان من الله عز وجل لها بالزواج ان شاء الله تعالى والانجاب، ففيها بشرى لها بحصول الامرين، حصول امر الزواج وامر الانجاب ايضا، والله تعالى اعلم. فذكرنا ان عبد الله بن عمر راى رؤيا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وقصها على حفصه رضي الله عنها، وقصتها حفصة أيضا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. فواظب عبد الله ابن عمر رضي الله عنه على قيام الليل إلى أن مات بسبب كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي هذه في هذا الحديث بيان أن الرؤيا لا بأس أن يقصها الإنسان على شخص ليقصها على المعبر، فيكون بينه وبين المعبر واسطة، لكن الأولى في زماننا الآن لضعف الضبط وقلة الحفظ أن الرائي نفسه هو الذي يقص الرؤيا على المعبر، لأن قص الرؤية على المعبر بواسطة له عيوب كثيرة. من هذه العيوب أن الواسطة أحيانا يسقط منها أشياء فلا يقصها على المعبر كاملة، وبالتالي إذا عبرها المعبر وهي ناقصة كأنه عبر رؤية أخرى خلاف الرؤية التي رآها الرائي، لأن أي جزء في الرؤية من صلب الرؤية يؤثر في معناها، فالرؤية أجزاء متكاملة كل جزء يدل على معنى، إذا جاء هذا الجزء مع جزء آخر يؤدي معنى آخر، وإذا جاء هذا الجزء مع جزء آخر يؤدي معنى آخر، فتكامل أجزاء الرؤية مع بعضها البعض يدل على معنى، فبالتالي الواسطة. معنا اتصال من محمد من دمياط، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت انا حلمت ان انا وجوزي ان هو ركب قطر واقفه ركب قطر وانا واقفه له قدام المجلقان، فبقول لي اركبي، قلت له لا، فنزل من القطر وانا واقفه له قدام المجلقان، ونزلنا عدينا كوبري كده عدينا مكان كده، فلقينا واحد اسمه مصطفى معاه كيك وحاجات حلوه ومعاه طفل كده، فلقيت ولد وبنت، انا كنت نازله اجيب كيك لاختي يسرى، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، فلقيت ولد وبنت قعدت اكلهم كيك، وبحلم كتير باطفال ان انا مخلفه ولدين توأم، بس يعني مش عارفه بقى. طيب هو انت في الحياه مخلفه ولا لسه؟ على كل حال هذه رؤية خير طبعا وبشرى سارة لك،
بسبب وجود يعني الأطفال ففيها بشرى لك بالإنجاب إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني اللي مسألة القطر وإن أنتوا نزلتوا وإن أنت ما رضيتيش تركبي، كأن زوجك هيحتاج منك أمر معين إن أنت تروحي معاه فيه أو تشاركيه فيه أو تنتقلي معاه مثلا لمكان آخر، يعني هو أمر من أمور الدنيا يحتاج إن أنت تشاركيه فيه وأنت ترفضي، ورفضك يكون حسن وجيد ويكون في محله، لأن أنت لما رفضتي ونزلتي قابلت واحد تقريبا في المحطة اسمه مصطفى، واسم مصطفى في الرؤية اسم جيد يدل على الاصطفاء، فكأن الله عز وجل ييسر لك أمرا حسنا خيرا بعد رفضك لهذا الاقتراح الذي يعني يصدر من الزوج، والله تعالى أعلى وأعلم. فقلنا أن قص الرؤية بواسطة لها يعني عيوب كثيرة، من هذه العيوب أن الذي يتحمل الرؤية يسقط منها أشياء فيتغير معناها بسبب ما نسيه في الرؤية. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحت عاوز أكلم الشيخ. أيوه اتفضلي، ازاي حضرتك؟ أنا شفت رؤية إن أنا كنت ماشية في حقل هي زرع أخضر، ماشية في إيه؟ معايا؟ ماشية في إيه حضرتك؟ زرع زرع أخضر، نعم نعم في شمال أخضر، وفي ناس قدام ركبوا عربية وراحت تجيب زرع اللي هو القمح السنابل دي، أيوه، وبعد ما رشت يعني وما أنا دخلت في أوضة جوه لقيت الأوضة كهربائية وشغالة على المواليد، ماشي؟ لا صوت حضرتك مش واضح. بقول لك دخلت في أوضة حوالين الزرع ده جوه الزرع، اه ولقيت الأوضة مليانة أجهزة كهربائية، اه وبعدين لقيت واحدة ست قريبتنا بس هي ميتة حقيقي يعني، ايوه، وبعدين أنا وهي عملنا خبز عيش يعني خبزناه على فرن، ايوه والخبز ده كان طالع لونه جميل ومنتفخ، هو معوج كده بس منتفخ وجميل. نعم. وبعدين الست دي بتقول لي انا فرحانه خالص ان انت بتسالي عليا ان ما فيش حد من ولادي بيسال عليا، ايوه، وبعدين انا فعلا بحلم بالناس الميته ان هم عايشين وبنتصرف معاهم عادي يعني، انا بحلم بالناس اللي توفت ان هي لسه عايشه وبنعمل انا وهي حاجات ونتكلم انا وهي عادي. ايوه. طب حضرتك الاجهزه الكهربائيه اللي انت شفتها في الرؤيه تعرفيها تحديدا يعني؟ يعني غساله بتاع تلاجة فرن كهربائي يعني، شفت غسالة؟ كده شفت غسالة أكيد؟ شفت تلاجة والفرن، لكن غسالة مش متأكدة يعني. لا مش متأكدة، بس أنا يعني هي الأوضة كانت مليانة أجهزة كهربائية. أيوه، أفسرها عليك إن شاء الله تعالى. على كل حال رؤية الزرع الجميل الجيد بشرى خير على كل حال في المنام. كذلك مما يؤكد هذا الخير رؤية العيش المخبوز اللي تم في الرؤية، فالعيش يدل على إذا كان شكله جيد فيدل على حسن العيش، وهذا تفسير مأخوذ من الاسم، اسم العيش، فالعيش في المنام يدل على العيش، فإذا كان حسنا لينا جيدا دل على طيب العيش وحسنه، والله تعالى أعلم. كذلك كون الميتة تقول لك يعني وتشكرك على سؤالك عنها، هذا يدل على أنك دعوت لها أو فعلت لها أمرا خيرا وانتفعت به وحصل لها الأجر والثواب عند الله عز وجل، كما أن فيها بشرى جيدة للميتة أنها في حال جيد، والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا أن من عيوب قص الرؤية بواسطة أن ينقص الواسطة منها شيئا فيتغير المعنى. أيضا من العيوب أيضا أن قص الرؤية بواسطة تجعل المعبر جاهلا بحال صاحب الرؤية، ولا شك أن علم المعبر بحال الرائي
أمر مهم يؤثر في تعبير الرؤية في كثير من الأوقات، فإن الفاسق إذا رأى رؤية خلاف الصالح إذا رأى رؤية، فرؤية الصالح تتأثر بصلاحه في التعبير، ورؤية الفاسق تتأثر بفساده في التعبير. وكما هو مشهور عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه لما قص عليه رؤيا من رجل قال له: رأيت أني أؤذن في النوم، فقال له: تسرق وتقطع يدك. وسأله آخر عن الآذان فقال له: تحج. فلما سئل محمد بن سيرين عن ذلك فقال الأول: علم فساده فأولت الآذان في حقه بالسرقة لآية سورة يوسف عليه السلام، أما رؤية الرجل الثاني فعلم صلاحه فأولت له على الحج لقوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فالرؤية تتأثر بتأثر حال الرأي. كذلك من عيوب حكاية الرؤية بواسطة أن الواسطة يغفل أمورا كثيرة لا يحكيها لأنه لا يعلم أهميتها في الرؤية، وبالتالي لم يسأل أيضا الرأي عنها. لكن المعبر إذا سمع الرؤية مباشرة من الرأي كان أحسن، لأنه سيعلم حاله وسيسمع الرؤية بتمامها وسيسأله عن أشياء قد لا ينتبه إليها الرأي، فمثلا يسأله عن لون الثياب، يسأله عن أسماء الأشخاص الموجودين في الرؤية، كل هذا يؤثر في معنى الرؤية تأثيرا حقيقيا واضحا لا بد للمعبر أن يعلم به، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد أشار الإخوة جزاهم الله خيرا إلى انتهاء وقت البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي القائمين عليها، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.